مكمل چھ کلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی بیان کرنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چوتھا کلمة توحید، توحید معنی اکیلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا، ذو الجلال والإكرام، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. پنجم کلمہ استغفار، استغفار معنی توبہ کرنا. استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية، أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چھٹا کلمہ ردی کفر، کفر معنی کفر کو رد کرنا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به، وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.